لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، محتجون يحرقون مقر لميليشيا الحشد في الناصرية. في العربية الجديدة، الكاظمي يستعد للقاء ترامب، قضية الوجود الأمريكي ستتصدر المباحثات. في صحيفة المدى، الحكومة تخفف إجراءات الحظر وإصابات كورونا تتخطى 174,000. في القدس العربي، لبنان أضخم تحرك احتجاجي، اقتحام وزارات وهتافات ضد حزب الله. في العرب اللندنية، مؤتمر دولي برعاية فرنسية لحشد مساعدات عاجلة للبنان. في الخليج الإماراتي، الاحتلال يداهم منازل في الخليل ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وفي الشرق الأوسط، واشنطن تعد بدائل لسيناريو رفض تمديد حظر الأسلحة على إيران. السلام عليكم. بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعدا للانتخابات المبكرة، يتصاعد الحديث في الأوساط العراقية عن مدى إمكانية الوفاء بتعهداته، وتحديدا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك نفوذ الميليشيات، والذي يبدو معضلة كبيرة لا تتوفر لديه أدوات الشروع بها. صحيفة اندبندنت عربية تقول في تقرير لها إن هذا الأمر أدى إلى تزايد المخاوف الشعبية من أن تكون الانتخابات المقبلة كسابقاتها وتنحصر في إطار تنافس القوى السياسية التقليدية وتأثيرها على أجوائها. مراقبون أن عدم وجود تغير في سياق إدارة الصراع مع الفصائل المسلحة سيؤدي إلى استمرار عدم إيمان العراقيين بإمكانية أن تكون الانتخابات منطلقاً لتغيير الخارطة السياسية أو التنافس الانتخابي العادل، الأمر الذي قد يدفعهم للمقاطعة. يبدو أن عقبات عديدة تقف أمام إجراء الانتخابات في موعد مبكر تتعدى مسألة حسم الصراع بين الدولة والفصائل المسلحة إلى إمكانية عرقلة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات وحسم ملف المحكمة الاتحادية. وبالتزامن مع طرح تلك الإشكالات، يرى برلمانيون أن الخطوات الأخيرة للكاظمي توضح أنه يدير حملة انتخابية مبكرة من خلال التماهي مع خطاب المحتجين من دون الشروع بتنفيذ تعهداته، بالتزامن مع تزايد الجدل بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة من عدمه. تستمر الأوساط المقربة من الكاظمي بتأكيد عزمه على توفير مستلزمات إجرائها مطلع حزيران 2021، وعلى رأسها توفير الأجواء الآمنة بعيداً عن تأثير السلاح المنفلت والمال الفاسد، في حين يصف مراقبون هذا الحراك بأنه ترويج إعلامي للحكومة ومحاولة تصويرها كجزء من حركة تشرين الأول الاحتجاجي في محاولة للكسب الانتخابي بلا خطوات حقيقية في هذا السياق. وتختتم الصحيفة بالقول إن الكاظمي يخوض صراعاً مستمراً مع الفصائل المسلحة، حيث أدار حملات عديدة كان آخرها اعتقال مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد اقتحام المنطقة الخضراء، الأمر الذي يعطي انطباعاً بعدم توفر أدوات الشروع بحصر السلاح بيد الدولة، ما قد يدفعه إلى صياغة نوع من التسوية مع تلك الجماعات وعدم الدخول بمواجهة جديدة معها قبل الانتخابات المقبلة. قال موقع المونيتور الأمريكي إن طائرات الدرون فرضت نفسها في الأونة الأخيرة بالعراق كسلاح فعال متعدد المهام، حيث تسعى أطراف متعددة للحصول على هذا النوع من الطائرات لأهميتها في توجيه ضربات محددة أو إنجاز بعض المهمات الخاصة. ويشير التقرير إلى أن استخدام هذا النوع من الطائرات لم يقتصر على تنظيم داعش، حيث تحاول الميليشيات استخدامها لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق. مع ذلك، يبدو أنه ليس تنظيم داعش فقط من يستخدم طائرات مسيرة في العراق. بتاريخ 23 من تموز الماضي، عثر على طائرة مسيرة تحمل قذيفة بزنة كيلوغرامين في منطقة الجادرية وسط بغداد.
السلطات العراقية لم تكشف عن الجهة التي تعود لها الطائرة التي وجدت في منطقة سكنية تبعد عدة مئات من الأمتار عن المنطقة الخضراء، ما يثير قلقاً في بغداد التي تعاني أصلاً من أزمة أمنية وسياسية. في اليوم نفسه هبطت طائرة مسيرة مجهولة في بلدة الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين. العراق ليس لديه قانون يمنع استخدام الطائرات المسيرة، فأغلب الطائرات المسيرة يتم استيرادها وتباع كوسائل لأغراض التصوير، ويتم كذلك بيعها بشكل غير شرعي بعيداً عن أنظار السلطات وموافقتها، ويتم تطويرها محلياً وتستخدم لأغراض أخرى. بالنسبة لبلد مثل العراق الذي لا يمتلك منظومة دفاع جوي، فإن الطائرات المسيرة بإمكانها شق طريقها بسهولة في سماء العراق. وفي مطلع شهر نيسان تم بث شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة مسيرة مجهولة الهوية تحلق فوق السفارة الأمريكية في بغداد في حادث لم يسبق وقوعه. وينقل الموقع عن خبراء أمنيين توقعهم باحتمالية تبني الميليشيات الموالية لإيران تقنيات جديدة باستخدام طائرات مسيرة باستهداف المصالح الأمريكية، ولكن مع كثرة الأطراف المستخدمة وامتلاء سماء العراق بها فسيكون من الصعب بالنسبة للقوات الأمنية العراقية تحديد الجهة التي تعود لها الطائرة المسيرة المستخدمة. في صحيفة البصائر علق أياد العناز على حادثة اعتداء قوات ما تسمى بحماية القانون على طفل عراقي والاعتداء اللفظي على والدته. الكاتب يقول إن مشاهد الاعتداءات وصور التجاوزات وأفلام الوقائع والفضائح للسلوك الإجرامي تنم عن طبيعة السلوك الهمجي لقوات حماية القانون الذي يعكس مديات ما وصل إليه الحال في العراق من ظلم وإهانة وترويع للمواطن العراقي المكافح. أي قوة هذه التي ينتمي إليها هؤلاء المجرمون وتدعي حماية المواطن والحفاظ على حريته والدفاع عن حقوقه والالتزام بالقوانين الشرعية والأنظمة المرعية والتي استحدثت تحت مسميات سيادة القانون ومحاربة كل مظاهر التعسف والاضطهاد والإساءة لحرية وسلامة المواطن؟ بهذه المعاني تستغل حرية المواطن ويهان الطفل العراقي ويطلب منه السكوت والرضا والإجابة، وإلا تعرض إلى مزيد من الضرب المبرح على جسده مع الاستمرار باضطهاده بالكلام المسيء البذيء الذي يتعدى على شرفه وعرضه وكرامته. فأي قوة وأي مسمى هذا الذي يهين الفرد والإنسان العراقي؟ إن الإمعان في إظهار الجريمة واستمرار الإساءة إلى إنسانية الطفل وإظهاره عارياً يعني التمادي في إهانته والاعتداء على كرامته ورسم فصول الجريمة كاملة لتكون مع سبق الإصرار والترصد ومكتملة من جميع النواحي التي تمثل جريمة أخلاقية اجتماعية جنائية ارتكبها شرذمة شريرة يدعون زوراً حماية القانون والحفاظ على المجتمع. هذه الواقعة أكدت على السلوك المشين الذي اتبع مع متظاهري ثورة تشرين والأساليب القمعية التي سادت في التعامل معهم بالملاحقة الأمنية والاضطهاد والتعسف والظلم الاجتماعي وتكميم الأفواه ومحاولة الاختطاف والاغتيالات السياسية والتغييب القسري. الكاتب يرى أنه مهما حاولت الأساليب والمعالجات الوحشية في الإساءة لثوار تشرين فستبقى روح الثورة واستمرار تألقها وانبعاث شعاعها وصلابة عودها وعنفوان أبنائها هي ملامح الصور الكفاحية لشعب عظيم يحمل كل معاني الجهاد والكفاح متمسكا بحقوقه والدفاع عن قضيته الوطنية من أجل حياة حرة كريمة يسودها العدل والحق والإنصاف بعيداً عن التدخل السافر بالشؤون الداخلية لبلده وحماية أمنه وشعبه الوطني القومي. أعاد مشهد الانفجار الدامي الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت إلى الأذهان ما شهدته مدينتا هيروشيما ناكازاكي اليابانيتان خلال نهاية الحرب العالمية الثانية. عمر كوش يقول في صحيفة العربية الجديد إن هذا الانفجار الكارثي كشف حقيقة نظام المحاصصة الطائفية الذي أوصل لبنان إلى درجة غير مسبوقة من التردي وفي وقت تعصف فيه الأزمات بالبلد وأهله. في مطلق الأحوال لا ترد أسباب الانفجار إلى مجرد تقصير أو إهمال أو حتى صدفة أو فعل سيء، بل هو نتاج ممارسات وسلوكيات للنظام السياسي اللبناني الذي يحكم لبنان منذ عقود عديدة،
حيث لم يكن يأخذ في حسبانه مصالح اللبنانيين وحياتهم ورزقهم وأعمالهم، بل أسهم في وصول أوضاعهم المعيشية إلى حد الكارثة وقاد لبنان من فشل إلى آخر. وإذا كانت هناك أصوات طالبت بالترفع عن لعبة التصفيات السياسية وتغليب روح الوحدة والتآزر والتضامن مع المتضررين والمنكوبين وأتاحت المجال لأعمال الإغاثة والتضامن، إلا أن الوحدة في كل الكوارث والأزمات مطلوبة للمواجهة بوصفها صمام الأمان لإنقاذ البلاد من الأسوأ، لكنها لا يمكن أن تكون وحدة حول رموز نظام المحاصصة الفاسد الذي يتحمل مسؤولية الكارثة، بل يجب أن تكون وحدة شعبية تلتف حول مطالب الحراك الاحتجاجي اللبناني الذي يطالب برحيل نظام المحاصصة ورموزه. لذلك هنالك أصوات أخرى طالبت بالمحاسبة السياسية وتحديد المسؤولين عن الكارثة عبر لجنة تحقيق دولية، لأنها لا تثق في أي لجنة تحقيق يشكلها نظام المحاصصة الطائفية القائم، وما جرى يتطلب تحقيقاً مباشراً وشفافاً ولجاناً متخصصة ومحايدة يمكنها كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا التفجير ومنكوبيها. وبحسب الكاتب فإن ما حدث في بيروت يجب أن يشكل حافزاً لتجديد الحراك الاحتجاجي الشعبي ضد نظام المحاصصة الفاسد، حيث بات لبنان في وضع كارثي لا يمكنه تجاوزه، لذلك لا يتحمل الوضع في لبنان مزيداً من المواربة والمسايرة وتأجيل الحلول، إذ بات المطلوب الانتقال إلى مسار سياسي مختلف عن نظام المحاصصة السلطوي الذي أعلن انفجار مرفأ بيروت نهاية مسيرته السياسية الكارثية. وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعودة إلى بيروت في أول أيلول المقبل في ذكرى مرور قرن على إعلان دولة لبنان الكبير وبداية الانتداب الفرنسي الذي انتهى بالاستقلال في 22 من تشرين الثاني عام 1943. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن ماكرون سيعود للتأكد من أن الطاقم الحاكم في لبنان لا يستطيع أن يكون في مستوى المسؤولية واستيعاب حجم الكارثة التي حلت ببيروت والنتائج التي ستترتب عليها. سيتأكد ماكرون من أن عهد حزب الله وحكومة حزب الله لا يستطيعان تقدم أي خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة. هذه الإصلاحات صارت شرطاً وضعه المجتمع الدولي من أجل حصول لبنان على مساعدات. أكثر من ذلك، سيكتشف ماكرون ما رفض التحدث عنه خلال زيارته القصيرة لبيروت عن أن حزب الله يهيمن على كل مؤسسات الدولة اللبنانية ويمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانفجار الضخم الذي دمر جزءاً من بيروت، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ موقف معادل من لجنة التحقيق الدولية نظراً إلى أن الحقيقة هي غير ما يردده الحزب عن الانفجار. هناك هرب من لجنة التحقيق الدولية لأن الحقيقة شيء آخر يختلف كلياً مع ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الأخير مساء الجمعة، ما يؤكد أن ميشيل عون عاجز عن إدراك ما هو على المحك الكلام السطحي عن فك الحصار عن لبنان نتيجة الكارثة التي حلت ببيروت. هناك رئيس للجمهورية لا يفرق بين المساعدات الإنسانية إلى لبنان من جهة والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلد بسبب الموقف من حزب الله وتحول لبنان إلى قاعدة صواريخ إيرانية من جهة أخرى. الكاتب يرى أن لبنان يقف عند مفترق، ولهذا السبب هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة ما جرى يوم الرابع من آب أغسطس عام 2020 بدل لفلفة الموضوع وتجاهل رئيس الجمهورية للتقرير ذي الطابع التحذيري الذي تسلمه في 20 من تموز يوليو الماضي، أي قبل 3 أسابيع من وقوع الكارثة. بشكل مفاجئ وعلى غرار الاستقالات المفاجئة لمسؤولين أمريكيين كثر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أعلن الخميس الماضي أعلن عن استقالة المبعوث الأمريكي لشأن إيران برايان هوك ليكون هو الآخر وليس الأخير الذي التحق فجأة بركب مغادري البيت الأبيض. صابر عنبري يرى في موقع عربي 21 أن استقالة هوك في هذا الوقت الحساس تطرح عدة احتمالات حول الدوافع التي تقف وراءها.
الاحتمال الأول هو أن هوك يتوقع خسارة ترامب الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى أن استراتيجيته ضد إيران لم تحقق أهدافها في إجبارها على الجلوس إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاق شامل بديل للاتفاق النووي بشروط أمريكية، رغم أنها خلقت مصاعب اقتصادية كبيرة لإيران. لذلك يحاول هوك استباق تلك الخسارة الانتخابية تهربا من تحميله مسؤولية الفشل في تحقيق أهداف استراتيجية للضغط الأقصى. أما الاحتمال الثاني فهو ما أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الجمعة، إذ عزت الاستقالة إلى ضغوط رجال في البيت الأبيض لإقالته بغية تحميله مسؤولية إخفاق الاستراتيجية الأمريكية في تحقيق أهدافها المرجوة. والاحتمال الثالث هو مسعى ترامب لتصعيد التوتر مع طهران والانتقال إلى مرحلة جديدة من استراتيجية الضغط الأقصى قد تتخذ طابعاً أمنياً، وما يعزز هذا الاحتمال هو هوية من خلف هوك في المنصب، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي تعيين إليوت أبرامز في مكانه الذي كان من مهندسي الحرب على العراق عام 2003، وحالياً يتولى مهمة المبعوث الأمريكي لفنزويلا، ما يهدف إلى توجيه رسالة ضغط بخلفية الرجل من جهة وتدشين مرحلة تصعيد جديدة من جهة أخرى. الكاتب يرى أن رحيل هوك لا يحمل في طياته أي رسالة إيجابية، وعلى العكس فإن اختيار أبرامز مكانه يجعل إمكانية أي انفراج دبلوماسي للتوتر الراهن من خلال إطلاق مفاوضات خلال الشهور المتبقية حتى الانتخابات الأمريكية طبعاً أكثر استبعاداً من قبل، ما قد يفتح الباب أمام تطورات ساخنة خلال الشهور الثلاثة المقبلة بدافع انتخابي. وجدت شركة من مدينة ليون الفرنسية الحل لمشكلة التعساء مجهولي الهوية من الفرنسيين بعدما أصبحوا جميعا يضعون الكمامات على وجوههم بطبع ابتسامة كل شخص على كمامته بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. وقال لودوفيك بونوم المؤسس الشريك لشركة تشيزبوكس: لقد أطلقنا هذه العملية في بداية الحجر المنزلي ولم تكن الشركات متجاوبة كثيرا، ولكن الآن بدأ الجميع يدرك أن علينا التعايش مع هذه الكمامات، وبالتالي زاد حجم الطلب لدينا. وأضاف أن إعادة الموظفين إلى مكاتبهم تعتبر إشكالية كبيرة، ومن شأن طبع الابتسامة على الكمامات أن يريحهم ويضيف شيئا من المرح إلى هذه العودة. وهذه الكمامات الباسمة مخصصة قبل كل شيء للموظفين الذين يرغبون في أنسنة العلاقة مع زبائنهم، لكن تشيزبوكس توفرها أيضا للأفراد في حال تعدت الكمية المطلوبة 50. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.